بعد الكسكس والراي المغرب يسرق تراث أولاد نايل الجزائرية في مظاهرة إكسبو دبي بعد أن أظهرت مقاطع فيديو متداولة جناح المغرب بالمعرض وعلى جداريته صور النساء النيليات وهن يرتدين الأزياء والحلي الشهيرة في مناطق إقامتهن خاصة بالجلفة وبسعادة وبسكرام الحادثة أثارت موجة جدل وغضب واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين ما حدث مهزلة لا ينبغي السكوت عنها مصنفين ذلك في خانة الإهانة التي يرفضها الجزائريون أصلاً، كما أطلقوا هاشتاغ تحت عنوان التراث الجزائري خط أحمر نددوا فيه بسرقة التراث الجزائري مطالبين السلطات بالتدخل من جهتها سفيرة التراث الجزائري نوال القاضي استنكرت الحادثة ووصفتها بالسطو على التراث الثقافي للجزائر، كما أكدت أن صورة الملكة الجزائرية دهية هي الأخرى نسبت للمغرب، حيث تعتبر دهية من أشهر ملكات الجزائر حكمت شمال أفريقيا لمدة طويلة، فهل ستتدخل الجزائر لحماية تراثها أم أن الأمر سيمر مرور الكرام؟